السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. طبعا اليوم هنتحدث إذا حسابك الفيسبوك ينشر منشورات تلقائية باسمك. طبعا نفتح حسابنا من أي متصفح، ثم من ثلاث نقاط في الأعلى نختار هنا هذه إظهار نسخة سطح المكتب، إظهار نسخة الكمبيوتر. طبعا راح تفتح لنا نسخة الكمبيوتر، ننتظر حتى تفتح النسخة بهذا الشكل، أو إذا متصفحك كروم ثلاث نقاط فعلا تؤشر هذا المستطيل الأزرق هنا إظهار نسخة الكمبيوتر. طبعا راح تفتح لنا صفحة الفيسبوك بهذا الشكل مثل كأننا نتصفح من الكمبيوتر. طبعا الآن نضغط هنا في الزاوية اليسار في أعلى الصفحة، هنالك إشارة استفهام أو بعدين نضغط عليها، هذه إشارة استفهام التي في الزاوية كما تلاحظون، مساعدة سريعة اسمها. بعد ما نفتح بشكل صفحة كمبيوتر نضغط عليها. هذه إشارة الاستفهام التي في الزاوية. طبعا كما تلاحظون ننتظر حتى تفتح القائمة. طبعا فتحت القائمة، الآن تختار خيار التحقق من الخصوصية، هذا الخيار أشرت لكم عليه، التحقق من الخصوصية تضغط عليه. طبعا راح يفتح لك النافذة بهذا الشكل، بهذا الشكل تضغط هنا على التالي حتى يظهر لك تطبيقات التالي. كما تلاحظون ظهر لي التطبيقات التي تنشر على الفيسبوك باسمي، هذه التطبيقات تنشر على الفيسبوك باسمك تظهر هنا. طبعا أي تطبيق تريد أن تحذفه أو لا تعرف التطبيق ما هو تحذفه من هنا. طبعا لن يتأثر حسابك، فقط سوف يتوقف هذا التطبيق عن النشر باسمك في صفحة الفيسبوك. مثل ما ذكرت لكم لن يتأثر حسابك مطلقا. كما تلاحظون نضغط على إشارة الضرب، مثلا هذا التطبيق أريد أن أحذفه. كل التطبيقات التي تظهر هنا تستطيع أن تنشر على الفيسبوك باسمك. لإلغاء أي تطبيق، أي تطبيق لا تعرفه ألغيه بالضغط على النجمة الضرب هذه. كما تلاحظون تم إزالة التطبيق بهذه الخطوة البسيطة، لن يستطيع التطبيق نشر أي شيء باسمك. طبعا هذه التطبيقات أنت تكون منزلها، أي تطبيق لا تعرفه تحذفه من هنا. وكما ذكرت لكم لن يتأثر حسابك، فقط سيتوقف هذا التطبيق عن النشر باسمك في الفيسبوك. طبعا هذا كل شيء بالنسبة للشرح، أتمنى أن تكونوا قد استفدتم، وأهلا وسهلا بكم.